500 متر الأخيرة عبد الهادي بن مناحي بن هادي الرشيد يعلن هذا الانطلاق القوي، يعلن هذا الاندفاع الكبير، هذا التحدي المثير. ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق، ما شاء الله تهانينا منذ هذه اللحظة. أيضا نزفها على ظهر الذيبة لعبد الهادي بن مناحي بن هادي الرشيد على هذا الفوز والانطلاق. هذه هي لحظات الوصول، لحظات الانطلاق، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. الدفاع رائع وجميل من خلال أول أشواطه الإمكان الإذاعة المحليات الأصايل الذيبة. هذا الاسم الذي حافظ عليه عبد الهادي بن مناحي بن هادي الرشيد، شكرا يا عبد الهادي على هذا الفوز والانتصار. وجود المركز الثاني عبد الرحمن بن سلمان العتيبي، المركز الثالث وصلت هناك الخوارة عبيد بن يمع بن عبيد بن بيل الفلاس، المركز الرابع الخليجية. الذيبة يا سلام الشنقر من يقدمها بهذا الانطلاق، يبي يغادر بالفوز، يبي يغادر بالناموس، بيغادر بالانتصار في هذا الصباح من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة الذي يشهد هذه الانطلاقات. غادرت الذيبة، انطلقت الذيبة بحفظا من الله ورعايته، متوجه إلى الناموس، متوجه إلى خط النهاية، مهدي الفوز والانتصار علي بن محمد بن ناصر بن علي الشنقر من يقدم لنا الذيبة. المركز الثاني مناسبات، ولكن الذيبة وصلت ساحة الأمام وغادرت بالفوز والناموس والانتصار. مشكور بالفعل علي بن محمد بن ناصر بن علي الشنقر على هذا الفوز والانتصار. مناسبات سلمان بن صالح بن حمد العتيبي بالمركز الثاني، مياسة بالمركز الفاز لما بس. على ثاني التحديات انطلق مشرف فهد بن سعيد بن بداح العامري، اللحظات الاخيره يا الرميثي بن خادم على المركز الاول، سهيل بن احمد بن خادم الرميثي، وهنا مشرف على المركز الثاني. يا سلام يا سلام، ولكن اليازي بدون اي اوامر على مقدمه الشوط يسيطر على المركز الاول وعلى هذا الناموس بدون اي اوامر. سهيل بن احمد بن خادم الرميثي مشرف يحاول على المركز الثاني، ولكن اليازي اللحظات الاخيره، اللحظات الخطيره. تهانينا تهانينا والناموس لمالك اليازي سهيل بن احمد بن خادم الرميثي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مشرف فهد بن سعيد بن بداح العامري، وثالث الخمسمائة متر. جولة الأوامر، جولة الأوامر، هنا وصول من لطاب، تحرك لطاب، انطلق لطاب، الاندفاع الاندفاع، الله الله، يا سلام يا سلام، سلام إلى الوثبة، سلام إلى العاصمة. الشعال الوثوبي هناك أيضا يتواجد على الصدارة هذا الشوط، ولكن خلاص هناك أيضا السلامات ذهبت إلى ندي الشبا. هناك أيضا مع انطلاقة لطاب سلطان بن علي بن سلطان السبوسي هناك ايضا يتواجد على الصدارة هذا الشوط. سلام 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 ند الشبا، سلام سلام. هناك ايضا تحية واحترام وايضا وشكرا. هناك ايضا راشد بن سالم الهاشمي هناك يتواجد خلف هذا الشعار، بينما المركز الثاني تقدم بدأت تنطلق مشاهدينا. كذلك اللي يهملونه لسالم بن سعيد ابن غفان الجابري ينطلق مع ابن حرمشه بالصداره والمركز الاول والثاني، غادر بالناموس، غادر بالاداء. اشوفوا هناك الصداره بن حرمشه والجابري وبن غفان. الله يا بن حرمش، السلام والتهاني والتحيات لهذا الشعار والى ابو راشد الاحمد بن راشد بن حرمش المنصوري والشاهنية. سلام يا بن حرمش، سلام والسلام بأحلى أيضا لقطة جميلة عبر أبو ظبي الرياضية أمام المنصة الرئيسية يحتضنها خط النهاية هذه الشاهنية. تهانينا لأحمد بن راشد بن حرمش المنصوري المركز الثاني. في
الصدارة مع الامتار اللقي غليلة المتبقية والاربعمائة متر. ولكن بدت الحركة من الشاهنية فارس بن عبد الله بن محمد الوليدي الشهري، وصل في هذه اللحظات وصل مع التحدي الجميل. الله 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 الله، هناك التحدي المثير، هناك التحدي الجميل ووضوح. ما زالت بالمركز الاول بدون اي اوامر، بدون اي اوامر تنطلق بشعار راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري. اللحظات الاخيرة. وسلام يا الشحاني، يا سلام على هذا الاداء الجميل. بينما المركز الثاني هناك مكلفة علي بن محمد بن ناصر بن علي الشنقل، والمركز الثالث وصلت فيه شانية الى مقدمة الشوط الى المركز الاول. تعود الملكية للسراب لسالم بن التهيمي بن غافان الخيلي، ولكن سلهود ما يرضى الا بالفوز مع المركز الثاني. عينه مع المقدمة، اسراب مع البداية، سلهود مع المركز الثاني، اسراب الاقرب، اسراب المسيطر، سلهود مع المركز الثاني، اسراب 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 الخيلي هو المبدع. حتى هذه اللحظات يكمل مسار الناموس، يبي الفوز والانتصار. يا سلام المقدمة سلام، تعود الملك سالم بن التيمي بن غافان الخيلي. مشكور يا اهالي الخزنة، اسعد الله صباحكم يا اهالي الخزنة على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لماك سلام سالم بن التيمي بن غافان الخيلي. المركز الثاني سلهود، تعود الملكية لسعيد بن سالم بن علي الوهيبي، قدم عرض اشكر عليه. المركز الثالث على المركز الثاني، ولكن صغان انطلق صغان راشد بن بخيت بن علي بن مقارح على المركز الاول. المركز الثاني ما يهاب منصور بن احمد الشيبه السبوسي على ثاني التحديات. المركز الثالث وصل الحنيش احمد بن عبيد بن احمد المرر القادم، اول نداء لهذا الشعار. ولكن مقدمة الشوط الله يا صغان صغان، ولكن هنالك المرر الحنيش احمد بن عبيد بن احمد بالليد المرر القادم مع ثاني التحديات. اللحظات الاخيرة، اللحظات الخطيرة بن مقارح والمرر، المرر مقارح ولكن المرر. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات الوصول قسمان مقدم لنا اداء شاهينيه الخمسمائة متر الاخيره. هنا جوله الاوامر هنا الناموس اين يتجه في هذه اللحظات. الله 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 الله، بقول سلام يا زاخر. هناك على الصداره مع المركز الاول جزيلة، هناك ايضا ما زالت، ولكن الشاهينية لها رأي اخر. على المركز الثاني سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري بن قشمان. الشاهينية والجزيلة، جزيلة والشاهينية في موقع واحد، في مسار واحد. الامتار الاخيرة، الامتار المجنونة هنا المية متر الاخيرة. سلام يا زاخر هنا ايضا. وايضا شكرا يا عبدالله العبيد الوهيب المركز الثاني. هناك ايضا يتواصل الشاهينية سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري. غريب عليها الفوز ولا على الشعار الفوز. هذه الفائزة في مقدمة الشوط مملوكة لعبد الله بن الشيبة السبوسي بن ديلة. وصل يا بن الشيبة بن ديلة اللي كنا تبه مراقبة وعلامة الجودة، الشكل والأداء والعلامة أيضا جميلة وعلامة الجودة الزعفران عبد الله بن محمد بن ديلة. ولكن الفائزة ما طاعت تسلم ولا هم مسلمة. سلام لند الشبه، سلام لدانة الدنيا، سلام. تهانينا للمرة الثانية مشاهدينا لهذا الشعار والفائزة عبد الله بن الشيبة السبوسي له التحية. المركز الثاني وصلت فريدة لعبد الله بن محمد بن دي. أخيرا
واللحظات الحرجة، ولكن المركز الثالث هناك مزيون محمد بن راشد بن غالب المنصوري. الله 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 الله، شاهين وصل محمد بن حمد بن إطبع العامري وتحرك بمقارع مع هذا الاسم ومع شاهين، ولكن العودة إلى رعد، إلى رعد بالمركز الأول وبالصدارة وبمقدمة هذا الشوط راشد بن شاهين بن خلفان المنصوري المسيطر حتى هذه اللحظة والمتقدم في هذا المسار الجميل. اللحظات الأخيرة رعد 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 رعد، روح بالناموس، روح بالتهاني والنواميس، راشد بن شاهين بن خلفان المنصوري تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصل فيه مياس عمير بن سيمن غزول العامري. هناك مركز، وبالفعل بالفعل طار الطاير طار الطاير طار الطاير يا بن كعم، قلنا له ما تبي يطير الطاير، وشاف له الموقع الصحيح واعلن بطياره الطاير. غادر بن كعم غادر بن كعم غادر الجميع، انطلق وطار الطاير. نقول ونكررها، بالفعل هو الطاير، بالفعل هو المسيطر، بالفعل هو الزعيم. مشكور مشكور يا بن كعم على هذا الفوز والابداع والرقص والانتصار، تهانينا والناموس لك يا ابو مبارك، مبخوت بن مبارك بن كعم العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، من وصل في ثاني المراكز هنا اللي هو بهذا المسار علال، تعود الملكيه لعلال. مصبح من فارس الشامسي وصلت الان في الجولة الاخيرة في جولة التحديات في جولة الناموس الشامسي. يا سلام يا سلام، نعود الى مقدمة الشوط الثلاثية المميزة على مقدمة الشوط. الطيارة الطيارة حلقت في سماء الوثبة، الطيارة طارت بهذا الناموس المميز حمد بن سهيل بن محنى بن سهيل العامري. المركز الثاني هملولة عبيد بن ناصر بن دغاش العامري. يا سلام يا سلام، الطيارة الطيارة وبن محنى بن محنى، الناموس لمن؟ اللحظات الأخيرة، النواعس النواعس، الطيارة الطيارة، ولكن هنا تهانينا تهانينا وناموس لمالك الطيارة حمد بن سهيل بن محنى بن سهيل العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز على المركز الأول وعلى الصدارة سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري بالمركز الأول وبالصدارة، يقدم وتقدم لنا هذا العروض الجميلة والشموخ. على المركز الثاني صقر بن فالح بن سوقان البقمي على المركز الثاني، وثالثا هناك البحيرية عمير بن سهيل بن قنزول العامري، ولكن منصورة 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 روحت بالناموس، روحت بالتحدي وبالأثارة الجميلة مع الأمتار الأخيرة المتبقية. الله 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 الله، منصورة يا منصورة هنا على المركز الأول وعلى الصدارة. سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري يحتضن هذا الناموس، الناموس يحتضن منصورة تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصلت شموخ صقر بن فالح بن زقان البقمي، والمركز الثالث عبد الله بن مبارك بن شوط آل خيلي. يا سلام شاهين وشاهين، سلالة شاهين من تحكم القبض مع المركز الأول والثاني. المركز الثالث هملول علي بن حمد بن مطر المنصوري، ولكن مشاهدينا الكرام ينطلق هنا يتقدم يعلن مغادرته بالفوز والانتصار. مرسل 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 لفيت مرسل مرسل بن فهيد بن محمد آل جابر المري من قدم لنا شاهين، تهانينا والناموس واسعد الله صباحك يا مرسل. بالفعل مرسل النواميس مرسل بن فهيد بن محمد آل جابر المري، لحظات الوصول لشاهين معلن الفوز والانتصار. المركز الثاني هملول علي بن حمد بن مطر المنصوري، والمركز الثالث وصل شاهين عبد الله بن مبارك بالشوط الخيلي. يا
النهاية الناموس أين يتجه في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. الذاير 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 وصلت الذاير. هناك مبارك مخادم بن حارب الخيلي، حارب يا بن حارب في هذا الشوط وصلت الذاير. تقدم بن قناص، تحرك هناك أيضا شعار بسم المنصوري، هناك أيضا يتواجد على الصدارة. الناموس أين يتجه؟ حاير ومحيرني هذا الناموس. يا سلام يا سلام يا سلام، بقول الذاير خلاص، الذاير خلاص، الذاير هنا بالفعل، بالفعل هنا تتسلل من الجانب الأيمن في هذه اللحظات. مبارك بخادم الحرب المهيري هنا، جود مورنينج يا رماح هنا، سلام يا رماح هنا على هذا الأداء الجميل والمميز. تهانينا والناموس. المركز الثاني صايحة بيات بن حمد بن علي بسم المنصوري، المركز الثاني كان مناسب الشاهنية علي بن سلطان. بالصدارة بالمركز الأول الشايب المملوك اللهوم بن سعد بن طالب المري، تقدم هذه العروضات الجميلة مع شوط الختام، مع شوط الوداع، مع سن الإذاع. الله يا هذا الإبداع، الله يا هذا التميز مع الشايبة اللهوم بن سعد بن طالب المري. روح يا بن سعد وتحرك في هذا الأداء الجميل لهوم بن سعد بن طالب بن شريم المري. تهانينا والناموس على هذا الانجاز الذي اتى في عاصمة الميادين. التهاني لمالك الشايبة لهوم بن سعد بن طالب بن شريم المري. بينما المركز الثاني وصلت الضبي مبارك بن محمد مبارك الخيلي، والمركز الثالث